يقول السائل: أنا معتكف وأخرج لتناول الطعام في السكن القريب وأعود بسرعة لأنهم نعم أنا يقول أنا معتكف وأخرج لتناول الطعام في السكن القريب وأعود بسرعة لأنهم لا يسمحون بدخول الطعام إلى الحرم. إذا كانوا لا يسمحون بدخول الطعام إلى الحرم لا مانع أنك تخرج وتأكل الطعام وترجع إلى معتكفك، لأنك ما تستطيع ترك الطعام وهم لا يسمحون بدخوله، فلا بأس أنك تخرج وتأكل خارج الحرم وتعود للمعتكف. نعم.